افتح لي قلبك بارك الله فيك. أعظم درس في الزلازل هو ما سيأتي. أمر الله في هذا الكون أمران، الأمر الكوني والأمر الشرعي. يأمر الله الأرض أن تدور حول نفسها بهذه السرعة، يأمر الله أن تتولد المجالات المغناطيسية حول الأرض ليحميها من أشعة الشمس والشهب المنبعثة من هنا وهنا. يأمر الله القمر أن يكون بهذه الطبيعة والشمس بهذه الحرارة، أوامر كونية. يأمر الله خلايا الجسد بأن تتوالد. يأمر الله الأنسجة والأعضاء والأجهزة في جسد الإنسان والحيوانات، الخلايا النباتية، كل هذه الأوامر الكونية إجبارية ليس فيها اختيار. وهناك أوامر شرعية أعطانا الله حرية الاختيار، افعل أو لا تفعل، لا تزني، اختيار، تريد تزني؟ تفضل بالعقوبة. هو لم يجبرك على عدم الزنا، وكان قادراً على أن يجعل الزنا أبشع في عينيك أعزكم الله من فضلات الإنسان، قادر بأن تكون غريزة، اشمئزاز غير عادي، لكنه لم يشأ، أعطاك حرية الاختيار. الحجاب، حرية الاختيار، تحجبي أو لا تتحجبين، الحساب بعدين. الصلاة، الصوم، الحج، أوامر شرعية أعطانا حرية الاختيار. وأخفى آثارها في هذه الدار، وأخفى آثارها في هذه الدار، وأظهر آثار الأوامر الكونية. طوفان، الزلازل، آثار رهيبة، يقف الإنسان مرتجفا وجلا أمام هذا المشهد الرهيب العظيم، آثار الأوامر الكونية. إن كانت آثار الأوامر الكونية بهذه العظمة، فكيف بآثار الأوامر الشرعية التي أخفاها يوم القيامة؟ قد أخفاها، لكنها أقسم بالله أعظم من آثار الأوامر الكونية التي نراها أمام أعيننا اليوم. لقد أخفاها ليوم تضع فيه كل مرضعة ما أرضعت، وتشيب منه نواصي الولدان. أرأيتم الآن لماذا يرتجف الأنبياء والصديقون خوفاً من هذا اليوم الرهيب؟ لهذا السبب.